عليكم حبيباتي، نتمنى تكونوا كامل في احسن الاحوال وفي صحه جيده. اليوم حنعملوا مع بعض بيني بطريقه جديده على شكل وردات. نتمنى هذه الطريقه تنال اعجابكم وتفرحوا بها الاولاد نتاعكم والعائله كلها، ولما لا حتى الضيوف. الطريقه نتاعو سهله والمكونات بسيطه جدا. حنحتاجوا في البيتخا نتاعي راح نوضع ملعقه نتاع خميرة الخبز، ونضيف لها ملعقتين من السكر كما راكم تشوفوا، ونضيف لها ايضا ملعقتين من الزيت وكأس حليب دافئ. وايضا لإضافة النكهة حنضيف لها كيس سكر فاني. انتي تقدري تستعملي اي منكه عندك. خلط هذه المواد كامل مع بعض ونضيفه الدقيق تدريجيا. حنحتاجو ما يعادل كأسين من لافارين لهذه الكمية نتاع السوائل. اول كأس اللحوم مباشرة، الكأس الثاني راح نحطه بشوية هكاك باش نتحكم في قوام العجين، لانه العجين لازم ما تكونش متماسكة بزاف، لازم تكون نوعا ما طرية ومتماسكة في نفس الوقت. لاحظوا هذه هي العجينه اللي تحصلت عليها. حنغطيها بمنديل نتاع المطبخ ونخليها تختمر وترتاح مليح عاد باش نخدمها. وطريقه التشكيل هي موضحه في الفيديو، يعني سهله خلاص وما تحتاجش الوقت، ولكن فقط لازم عليك تكوني قطعتي البلاستيك الغذائي الى مربعات باش تستعمليه، او ورقة زبدة كما حبيتي.
بالنسبه للتزيين لك حريه الاختيار سواء بالمكسرات او بصلصه الشوكولا او بسكر كريستاليزي. احبتي شكرا على المشاهده وجدت معنا، ما تنسوش الاشتراك وضغط الجرس.